ضد النادي الرياضي الصفاقسي. والكرة أخرى للترجي الرياضي التونسي، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. الثنائية والدوبلي لماهر بالصغير من جانب تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، مباشرة تأكيد التفوق، مباشرة تأكيد الأسبقية. واليوم يظهر مباراة ماهر بالصغير من جانب الترجي، ما ثماش وضعية تسلل، خرج من بعيد ماهر بالصغير، تجاوز الحارس ووضع الكرة في الشباك. تمريرة ممتازة جدا من الفرجاني ساسي، أحلى بداية من جانب الترجي في هذه الفترة الثانية. وماهر بالصغير اليوم أساسي تيتولير، والثنائية شهير لجناح الترجي، تأكيد الاختيارات الصائبة للمدرب معين الشعباني. فرحة كبيرة لمتوسط الميدان، استرجع شهية التهديف واللي هو سعد بقير، متوسط الميدان الهجومي للترجي الرياضي التونسي، إعادة للهفوة الكبيرة من محور دفاع نادي أولمبيك مدين. الاستغلال على الوجه الأكمل لسعد بقير بعد المضايقة، وأيضا إجبار المنافس على ارتكاب الهفوة من طه ياسين الخنيسي وأمام طويل.